اصدقاء اصدقاء مرحبا بكم اكيد البوزلوف الناس كل تحكي عليه اكله شعبيه في قسنطينه. اليوم اصدقائي باش نشوفوا البوزلوف، انا ما نعرفوش الحقيقه، نسمع البوزلوف اما تو بركا ريتو ما دوبا نزلت على الواحد عرفت البوزلوف وين صاحبي. هاي برا نوريهم البوزلوف. مرحبا مرحبا بك من قسنطينة الخروب، مرحبا بكم كازا رستوران كازا. هاي محمد دبر راسك قصة كم واحد. هاي اخونا محمد ورينا البوزلوف نسمعوا به نسمع برا نبدا وي بسم الله خلينا نشوف البوزلوف هذا وطلع راس علوش. هذا كامل راس علوش كامل راس علوش راس علوش طروف. هذا تعملوه الكل كيك تفوحوه ولا كيفاش؟ نطيبوه على الفحم. واضح؟ طيب يدي ابيبري 3 جو دون 3 سوايع. 3 سوايع بوزلوف. هذا نسمعني الحقيقة بوزلوف والله أول مرة راه. الله يبارك. يعني صدقني صخايب حاجة أخرى. هذا المخ. هذا المخ. أعطينا سيدي شنو نعملوا له البوزلوف هذا؟ طيب كمون. كمون يحل العيون. كمون يحل العيون. واضح؟ هذا شوية ملح. شوية ملح. هذا البوزلوف. زيدوا نقصوا هكا. هاني معك يا صاحبي هاني معك. سلام هاني معك نتبعوا بيك. هذا البوزلوف. اي بعده. هذا هو طيب على الجمر. هذا أكلة شعبية في أكلة شعبية. وبعده كيفاش نحطوه في الصحن؟ حطوه في الصحن ويتسرب بيان سوري. راه ورينا حطوا كل شنو يجي معاه ورينا شنو يجي معاه. هذا ياكلوه في الجزائر برشا ياكلوه بزاف سيرتو في شهر رمضان نسيه ياكلوه نسيه هذا ياكلوه نسيه يسخطوا عليه فوالا ما انت راس علوش احنا نقول راس في تونس كيما تونس يعني كيما تونس كيما تونس وشو الطياب هذيك الطريقه تختلف طيبوه الله يبارك هابرا فرماج وجي فيمي بالفحم هكا يجي فيها بو سبيسيال كي تذوق شنو يجي معاه هذا اني هذا يتكل وحده وعنده لي كوم لي زاكومبانيون باهي كيفاش يخرج الصحن ورينا الصحن اوكي ورينا اصدقائنا ابو هاي اون صالات شنو نسميوه؟ حطنا حطنا على الطاوله باش نشوفوه اسكندر خلينا نشوفوا يا اسكندر هذا كيفاش يجي هذا هذه اون صالات فاري تو بوزلوف ياخذوا صحن هكاك ياكلوا صحن هكا تحب تاخذ بالنص ولا تحب تاخذ واحد كامل؟ اه واضح 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 نعطيه معاه مسلطه هذا ماسيدوان اون صالاد ماسيدوان هذه صالاد بولي نطيبوا الدجاج على الفحم ونبريباريوها واضح هذه لا سبيساليتي تاعنا واضح عندنا هنايا بيطراف عندنا البصله عندنا صالاد فير عندنا ايه والبوزلوف هذا تو رجع لي البوزلوف صح البوزلوف هو راس خروف مشوي على الجمر نسلخوه ومن بعد نطيبوه على الجمر يخرج كيما هيك يخرج كيما هيك الجزائريين ياكلوا كل ياكلوا بوزلوف يحبوا بوزلوف يحبوا المشوي يحبوا الكرياط يحبوا الكبده يحبوا اللحم البروشات على الفحم على الفحم لا على الفحم على الفحم يختلف هذا على الفحم يعني صدقني صغير بوزلوف ماكله اخرى نسمع به هذا هو راس خالص مشوي على الفحم مشوي على الجبل واضح ويتاكل كيما هكا تزيد معاه لي بلا اخرين عندنا لي بلا دوك نسربيهم لكم في السير طابل وتشوفوهم واضح على الفحم مش كيفنا احنا نعملوه مصري باهي وريونا وريونا شنو طيبوا اخر بون هادو ابار لي كريات عندنا الكبده عندنا اللحم عندنا الاسكالوب عندنا المرقاز تاعنا نخدموه لهنا لا سبيسيالتي تاعنا نخدموه مرقاز سبيسيال هذا كيفاش الكليون ياخذ يوزن ولا هذا نبيعوه هنايا بالحبه كما يقولوا بالحبه بالحبه كاين فيوم داشي فيلي كاين لونتركوت كاين كلاوي عندنا لي سلطة من الحماس يا خو كيما هكا هذه سلطة مشوية فوقانية كيف نحنا هذيك مصيدوان فوالا عندنا سلطة فاري الزرجيري يحبوا الكومونتير بالزيتون كاسي يحبوا هذيا الماكلة السلطة تاع التم كيما تقول فوالا شنو اخر عندنا مغلى منه لي ديسير مغلى زاد ياخو الكليون الكليون ياخو ياخذوا لي جو ماتيرال ياخذوا باهي خلينا نزيد نوريهم المطاعم نتاعكم معروفين نزيد نوريهم باهي قبل الاسعار
هذا الرومان تعملوا لهم رومان. ايوه المينيو يعني برا نمشيو شويه قبل المينيو لحتى ما عندكم انتم فيترينا كل مطعم عندنا الفوكتاني عندنا كل مطعم ومقهى عندكم يعني فيترينا ما شاء الله يعني شو عندكم لحتى المقاهي والمطاعم عندكم عباره محل يعني لازم الله يبارك لك يعني ابو زلوف عندنا اصدقائنا في تونس على الحمراء اما ريحته فاوحه ريحته فاوحه مفضل عند الجزائريين يحبوا هذا سيليك تو نجربوه اليوم نجربوه نجربوه دونك لاحظنا اللي عندهم الواحد باهي نمشيو للدجاج المشوي نمشيو للدجاج المشوي مع بعضنا اصدقائنا الحقيقه اني ما نسقيبش بو زلوف راس علوش يعني تعرف شنو نسقيب واش نوريكم هو على محمد اني نسقيب بو زلوف هذايا راه هذا دجاج هذا دجاج كيفنا احنا يعني عاديه دجاج فواح كيفنا اني نسقيب بو زلوف يعني نوعيه نتاع دجاج ولا حاجه حسبته هذا اني من الاول بو زلوف بعدك طلع راس علوش احنا نديروا مشوي خروف نحطوه لهنا نديروا الكتف تاع الخروف ولا الجيهو ولا المسلان تحطوه هنا نحطوه هي تشوى ونبيعوه مع الدجاج ها الدجاج كي طيبه وكيف شي طيب كيما هكا على الفحم على الفحم ايوه على الفحم واضح هذا دجاج عادي كيف نحن كيما تونس باه خلينا نوريهم المحل جاني شنو الحي هذا هو نزيد زي زيد واحد كلمني في الجزائر عبد الحميد المشهور ب شارع اسمه شارع زنقت الشوايا شارع كل اللي يشوي كل انا ياك المطاعم تاع الشوا بزاف واضح المطاعم الكل يشوي هوني واضح كازا 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 قريات هكا ولا مش يعرفوا جماعة قسنطينة باش يعرفوا البقعة كازا قريها دوك الباج فيسبوك عندنا اللي بريزون دوميسيل توصلوا بو زلوف توصلوا ها بو زلوف يبدا امبورتي يبدا يبدا تحطوه في الواحد هاي بان نقدموا شوي ورينا رقم الهاتف موجود خلينا نوريهم الرساله الفوقانيه كيكا ولا دونك عندكم الانواع الجازوز عندكم الانواع القريات نوريهم الاسعار فهمني الاسعار كيفاش باش نعمل زوم وانت قول لي بو زلوف ما فهمتش قداش هكا بو زلوف فهمني بالتونسي تعرف ولا بالجزائري كيفاش تحب تقول بالتونسي ابي بري نعرف بيان سور 13 هكا ولا 130 130 حوالي 130 على 6 20 دينار 20 دينار راس علوش كله شنو معاها؟ راس علوش هو يتباع وحده ويزيدوهم احنا سلطه مشويه معناتها 20 دينار راس 10 دنانير اشتر اشتر راس خاطر راس برشا ما ياكلوش برشا باهي اعطيني بعد دجاج مشوي كم دجاج مشوي؟ راهو 120 110000 120 كيما في الحاله هذه مازلنا ما غيرناش يعني تونسيه 15 اقل واحد 15 دينار باهي 15 دينار 17 دجاج كومبلي شنو فيها؟ شنو فيها؟ احنا نبيعوا دجاج وحده واضح وكل حاجه تباع اوكي اوكي باهي فهمتك تو اعطينا تو الاسكالوب ولا ما فهمتش الاسكالوب احنا لي بروشا تاع الاسكالوب نبيعوهم كيما نقولوا 40 دينار 60 دينار واضح خلينا من هذوما خلينا نفهم احنا لي بلا لي بلا اعطيني اعطيني مثلا شوربه فريك ارز مثلا الشوربه قداش؟ شوربه 25000 25 بالجزيره معناتها 3000 4000 4000 4000 4000 باهي عندنا عجه مرقاز عجه مرقاز كم عجه مرقاز؟ عندنا احنا تقام 50000 50000 8 دينار باهي طاجين جبن عطينا مثلا احنا مثلا ارز ارز بقد ايه؟ ارز عندنا يسوى 25 في طبق 4 دينارات الطبق 4 دينارات طبق 4 دينارات الطبق 4 دينارات باهي اجاني لون يرفيس يرفيس خلي واحد يبدا يرفس من تو يرفيس اعطيني يرفيس ثاني واحد هذه اطباق تقليديه 8 دينار الكسكسي عندكم كسكسي عندنا تريد عندنا رشته عندنا كسكسي هاو الشوات قد ايه الشوات هكا شخشوخ 90000 يطلع لي شخشوخ 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 90000 شخشوخ هكا كليتها البارح شخشوخ باهي هكا قد ايه الشخشوخ 15 دينار بدراهمنا انتم بدراهمنا على 6.5 12 دينار 12 دينار شخشوخة باهي ولا باش الشخشوخة باش الشخشوخة حمام مفور الكسكسي 12 دينار حمام مفور باهي رشته رفيس مشلوش 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 شاح الصبر كليته البارح هذوما كليتهم البارح بس اجاني السلايت اجاني خلينا نحكيو على السلطه الجزائريه اللي تو وريناها السلطه الجزائريه سوى 20 دينار 3 دينارات عندنا سلطه مشكله عندنا سلطه دجاج كيما اللي نعتلك هذيك في اللي قدمتها لكم هاي
هاي صارت طول 8000 7000 كيكة هاي حدا واحد 5000 ما ننتهى توا أو طول نفهم موكا إحنا أعطيني صحن سلطة مشوية نفهم موكا قد سعره لا قد سعره 20 3000 3000 هذه اللوطانية قد إيه صحن هذا قد السوم درهم 40000 واضح 7 دينارات بنطا وهذه أقل هذه صارت طول كيف كيف 6 دينارات 7 دينارات واضح أنا هيك نفهمك صحن الغلة ده كم صحن الغلة 6 دينار ولا 7 دينار 6 دينار ولا 7 دينار 40000 جزوز قد إيه أسعار الجزوز جزوز كم يعني هذا يوم ضشي 25 2000 7000 تونسية تونسية هاي دينار ونص ولا دينار ونص دينار 200 مليم وهذه الكبدة وهذه الواحد كبدة والحمام دونك احنا تو اليوم اصدقائنا ورناهم هاي فوق نتاع الصفرية باهي ورناهم بوزلو 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 دونك سبيساليتي بوزلو والأكلات التقليدية اللي باش نوريهم اليوم مشاوي أطباق أطباق تقليدية سلاد وديسير لكن فاجأني راه بوزلوف والله نصايبو نوع آخر أكيد هذا شنو عندنا هذا ولينا نخدمو بهم باهي سلام مرحبا مرحبا بك ربي يفضلك يعيشك يعيشك دونك بوزلوف اكتشفته اليوم هكا شي جماعة يقولوا سامي راه والله ما نعرف بوزلوف نصايبو دجاج نوعية نتاع الدجاج معناتها هكا معناتها عاملين بطريقة جزيرية لقيت البوزلوف اللي هو راس علوش يحبوها لكن نشوي فيه ريحه فاوحه مرحبا مرحبا بك عاش دونك نلقاو كالعاده الفريجيديرات كالعاده عندنا الفريجيديرات حاضرين كالعاده الجازوز وانواع هذا شنو فيه هذا؟ هذو نخدموا منهم نفوحوها شنو نعملوا هذوما؟ فحات نفوحوها نخدموا الهريسه المطارد زيت زيتون زيت زيتون عندي لافينيغرات لي صالات واضح نفوحوا بهم فحات واضح هذه الصالة نتاعنا يقعدوا فينا صالة كليماتيزي صالة كليماتيزي الحقيقة اليوم صاحبنا منير نمشيو لمنير ديريكت اليوم منير صاحبنا منير مرحبا بصاحبي منير مرحبا بنا خونا عبد الله مرحبا بنا اليوم اليوم اصدقائنا اليوم صاحبنا منير اختار المطعم هذا صاحبنا منير تار اكيد اخترت المطعم هذا اليوم شنو باش يقدم لنا اليوم مطعم انت حسب رايك عبد الله هو اللي يقدم عبد الله شنو باش تقدم لنا اليوم اليوم درت لكم كومونتري سلطه فاري واضح سلطه فاري مخلطه سلطه بولي واضح درت لكم سلطه مشويه واضح درت لكم زوج انواع تاع كسره كسره مع صاحبنا صالح قدوم صاحبنا الفنان فنان المالوف اللي ما يعرفوش الجزائريين الحقيقه هي هوايته راهو هوايته وقت ابوها لا يرحمه وقفوا على قالوا الفن لا او كذا ما باش يعرفوا الجمهور اللي هو صوته مزيان لكن العائله ما حبتوش يكمل في الفن هاي ندلوا عليه نعم دونك شنو باش توكلنا اليوم؟ خير بوزلوف هاي؟ والجماعه هذوك يخيروا بوزلوف لا بوزلوف اني لا اني الا بوزلوف لا اني نقول اعطي بوزلوف لخونا صالح صاحب الصوت الجميل هزي يعني. أعطي صاحبي نص وعندك صاحبي على اليسار سامي أعطي نص تحب بوزلوف تعرف بوزلوف شنو ولا بربي بربي والله نعدي في فيديو ما نعرفش بوزلوف إلا اكتشفته اللي هو راس علوش نصايب الدجاج يا سامي عنده مشوى نصايب الدجاج يعني نصايبش بوزلوف يعني راس علوش والله والله نصايب الدجاج مشوي نصايب الدجاج مشوي هو طلع راس علوش لكن على الفحم أنت والله ما نجيب له بوزلوف سامي بوزلوف أني كل شيء إلا البوزلوف أني كل شيء أني كل شيء إلا البوزلوف أني لا 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 والله لا يعرفوني الجمهور يعرفوني ناكلني البوزلوف يعني مستحيلة هي احنا ما ناكلش راس علوج واللي واحد راسه صحيح ناقص صحة راس أني راسي صحيح ما عند ربي لا 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 اني والله اني والله اني والله نسخه بوزلوف دجاج نوعيه نتاع دجاج يعني ما نعرفش بط دجاج هي ماني ما نعرفش الاسم كيك ما مسمينه بوزلوف ما جانيش البارح راس علوش ما جانيش وكان قلت لي راس مش مشكل المهم جماعه
جماعة باش يذوقوا البوزلوف الحقيقة. ومرحبا بكم ناس كل بحذانا، ونلتقي بعد الفاصل باش نحكيو على البوزلوف أصدقائنا الأعزاء. أنا كان بوزلوف لا يعني باش نقول لك شنو ناكل أنا. اسمعني، دجاج، أنا نحب دجاج. لا 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 مش دجاج. أعطيني ماكلة جزائرية. ماكلة شنو عندنا جزائرية؟ خلينا بدنا ناكل تقليدية. شخشوخة كليت البارح، كفتة كليت، كفتة كفتة مصرية مصرية. أعطيني نحب جزائرية. عندنا شي كسكسي، عندنا شي كسكسي جزائري. شنو عندنا جزائري؟ أصدقائنا نلتقي بعد الفاصل، خلينا نختار ونرجع.